الموضوع اللي بعد كده بعنوان العجل اللي وقع وكتر السكاكينه، وزي ما بيقولوا الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، حفل الطهور مرتضى منصور. مرتضى منصور سيادة النائب والمستشار المستقيل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المقال، اللي كان بيبلطج وطايح في الكل كبير وصغير في البلد، لدرجة ان حتى عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ما سلامش من لسان مرتضى منصور البلطجي، المتهم الأول في موقعة الجمل أو قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، واللي خرج منها زي الشعرة من العجين، واللي كان دايما بيهدد الكبير والصغير في البلد إن عندي مستندات وعندي سيديهات، واللي قالها صراحة وعلانية: لو بتهددوني أنا عامل فيديو سايبه لأولادي هيجيب الكل كليلة. فيديو مشهور قوي لمرتضى منصور وهو بيهدد الكبير والصغير، واللي لما راح له رئيس الوزراء كان بيقول له يطلع ايه مصطفى مدبولي، وطرد وزير الشباب والرياضة من نادي الزمالك وقال ولا حتى السيسي يقف قدامي. المهم بالنهاية مرتضى منصور ريحته فاحت بعد ما فضح الكل، وبعد ما كان بيرفع قضايا كان بيصحى من النوم كده يوزع قضايا على كل المصريين، ده قضية سب وقذف، وده قضية مش عارف تعدي، وده قضية. المهم محدش في البلد خلال الكام سنة اللي فاتت دي كان بعيد عن لسان مرتضى منصور. طبعا هو المتورط في قتل جماهير الزمالك لما أمر بقفل الممر عليهم، الفيديو الشهير افتح احنا بنموت بسبب كذب مرتضى منصور، واللي طلع منها ايضا مرتضى منصور زي الشعره من العجينه، ومن يومها عمال بيهدد في الالتراس سواء كان الالتراس الزمالك او الالتراس الاهلي. نهايه الكلام مرتضى منصور وقع وكترت سكاكينه، البدايه كانت باسقاطه في البرلمان، او سقط في البرلمان لاول مره احترموا اراده النائب او الناخب، وما نجحش مرتضى منصور، ما تدخلوش عشان ينجحوه زي ما تدخلوش عشان ينجحوا ابنه. ومن ساعتها يا معلم والكل طايح في مرتضى منصور. الأول كان أحمد موسى وطلع اتهم بنت مرتضى منصور إنها اختلست ملايين من أموال نادي الزمالك، فطلع مرتضى منصور أيضا رد على أحمد موسى وقال له كلنا مجاريح، والفلل بتاعتك اللي أقل واحدة فيهم بخمسة ستة مليون جنيه. كام يوم واستلم الراية عمرو أديب، طلع بقى يشرشح كالعادة لمرتضى منصور، لدرجة إن مرتضى منصور طلع وفضح جواز عمرو أديب على مراته لميس الحديدي، وقال له إن مراتك وكلتي وما تتكلمش عشان ايه ما اعملش فيك وخلي. جه دلوقتي دور اخر اللي هو الكابتن احمد سليمان او سيادة اللواء احمد سليمان، الحارس السابق لنادي الزمالك والمنتخب الوطني والمدرب السابق لحراس المرمى سواء في نادي الزمالك او في المنتخب الوطني، واللي مترشح لانتخابات نادي الزمالك، واللي مره واحده بقى احمد سليمان موجود على كل القنوات المصريه، يطلع من الحياه يخش تن، يطلع من تن يخش دي ام سي، يطلع من دي ام سي تلاقيه موجود على القاهره، والناس كله نكايه في مرتضى منصور، والبلد كلها بتحتفل بسقوط مرتضى منصور. ايضا مش عارفين السبب، زي ما كنا مش عارفين السبب انهم ساكتين على مرتضى منصور، النهاردة ايضا محدش عارف السبب ان كلهم بيدبحوا في مرتضى منصور. يوم ايه مرتضى منصور ما بيسكتش كالعادة، زي ما فضح عمرو اديب وفضح احمد موسى، طلع ايضا فضح الكابتن او سيادة اللواء احمد سليمان المرشح لانتخابات نادي الزمالك اللي المفروض هتعقد خلال الشهور القادمة زي ما قرر اللجنة اللي المفروض بتدير اتحاد الكرة. تسريب تم إخراجه خلال الساعات اللي فاتت على بعض الصفحات الموالية لمرتضى منصور وابنه أحمد وابنه أمير، والصفحات دي طبعا كلنا عارفين طول عمرها بتشتم في جماهير نادي الزمالك، وبتشتم في أي حد معارض، وبتشتم في الألتراس. مرة واحدة الصفحات دي بتخرج تسريب صوتي لمين بقى؟ لأحمد سليمان وهو بيتكلم مع أحد الصحفيين وطايح في الكل وبيشتم الكل وعمال يتكلم في الكل. التسريب كان مع حسام زايد الصحفي في جريدة الشروق، وعلانية في تسريب أكتر من 7 دقايق شتم فيه حسن شحاتة المعلم
كابتن حسن شحاتة، وشتم فيه أحمد مصطفى، شتم فيه فاروق جعفر، شتم حازم إمام، شتم إسماعيل يوسف، شتم محمود أبو رجيلة شيخ المدربين، شتم رحاب أبو رجيلة، وشتم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وشتم الجماهير، وشتم الكبير والصغير في نادي الزمالك. واللي طلع التسريب ده طبعا مرتضى منصور عشان يفضح أحمد سليمان قدام الجمعية العمومية قبل الانتخابات. هعرض لك جزء كده من التسريب. طبعا نقينا بعناية حتة صغيرة ما فيهاش ألفاظ خارجة، لأن طول السبع دقايق تيت 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 أم فلان وأبو اللي جابه فلان وخالد فلان وأخت فلان، هي دي الطريقة اللي بيتعامل بيها سيادة اللواء، واللي طبعا فضحها مرتضى منصور. اتفرج على الجزء الأول من تسريب اللواء أحمد سليمان وهو بيشتم مرتضى منصور وعياله وبيشتم كل نادي الزمالك. هل المجلس النهارده ولا حاجة؟ لا 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 لا، في حاجة قريبة بس معرفش إمتى، ممكن بكرة بعده يعني أقصاها أربع أيام بس معرفش إيه. إيه؟ في حاجة كده أربع أيام هتحصل بس معرفش أقصاها إيه. ما في حاجة ما ينفعش تعملوا بليغ الصراحة، يعني زي ما عبد الناصر أبو المعاطي كتب قبل كده حل القصة بتاعت بتاع دوت الشهاوي الشهاوي، لا اللي هي بتاعت رفع الحصانة، الدنيا اتقلبت عليها. وانت في حاجه عندك لما هنا دي ماشي حته تعمل في العلاقات عندك. اما لحق نفسه النهارده برضه الشهاوي هو كاتب، يعني انا عايز انا عارف هو جاب المعلومه منين، ما مش لازم مش منظر. انت بتقول عارف بس مش عايز تقول دلوقتي يعني؟ طبعا اعرف باطن الامور ومين بيحرك، هو انا عايز اعرف ام البلد ومين بيحرك الاحداث يا عم يا عم حسام. عشان تقصد عشان ما يلحقش نفسه يعني؟ هو بيلحق نفسه كل شويه بنص بيجي زي الجزمه. بيجري. انتوا عارفين يعني بيجري زي الجزمه وبيبوس الجزم وما بيتكسفش ولا يتدرح ولا بتاع. هو مين قال لك؟ هسألك سؤال، هو مين محرك احداث الزمالك يا حسام؟ انت هو شغال الله ينور اهو بس طبعا احنا اسفين في لفظ كده عدى من الشباب في الاعداد والمونتاج، طبعا احنا اسفين لان كميه الالفاظ اللي كانت موجوده في التسريب كتير جدا، فبنعتذر عن هذا الخطأ والنسيان. أيضا من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها أحمد سليمان وفضحها بشيء من التفصيل، عملية فساد داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بطلها رحاب أبو رجيلة. رحاب أبو رجيلة هو الابن الأكبر لشيخ المدربين الكابتن محمود أبو رجيلة، واللي عنده شركة بتتكسب داخل نادي الزمالك، كسبت خلال السنوات اللي فاتت أكتر من 35 مليون جنيه من أموال أعضاء النادي. قبل ما أعرض لك الفيديو عشان نختم الفقرة دي، التسريب لما تسمعه كده تحس إن الموضوع قديم شوية من أيام التحقيقات اللي كانت في اختلاس بعض من الموظفين في نادي الزمالك، لكن ليه يطلع النهاردة في الوقت ده بالذات على الرغم ان الاحداث دي مر عليها اكتر من سنة ونص وعلى صفحات موالية لمرتضى منصور وابنه احمد وابنه امير؟ فده يقول لك ان مرتضى منصور بيقول عليا وعلى اعدائي، وزي ما هدد قبل كده كلنا مجاريح او كلكم مجاريح واللي هيجي عليا مش هيشوف النور. بدأ مرتضى منصور بقتل او باكل خصومه، عمل مع احمد موسى، عمل مع عمرو اديب، النهاردة بيعمل مع كابتن او سياده اللواء احمد سليمان. وشوف اخر فيديو لاحمد سليمان. يا كابتن. ايوه مين؟ انا احمد سليمان. انا محمد. وحشني. يا ابني استنيك يا ابني. والله ما انا عامل ايه يا كابتن؟ ما انت انا في الحرب ما انت عارف، انا لو جيت لحظه الدنيا تقف انت عارف. انت فاكر يعني حسن شحاته دي ولا فاروق جعفر هم اللي مكسرين الدنيا ولا حازم امام؟ لا يعني فاكر هم دول يعني اللي بيحركوا الاحداث يا كابتن؟ ما انت عارف عاملين نجري الصبح نعمل له حاجه يبوظها بالليل. عارف انا والله عارف يا كابتن، والله العظيم انا بنام وحياه ولادي وما عادش حد وحياه ولادي. والله هتخلص عليه غير الراجل اللي اسمه ممدوح عباس اللي بيعمل قضايا وكتر خيره، يعني هو ده الوحيد يعني. ما انا بقول لك يعني انت عامل عمل كويس وهكملك بخير ان شاء الله يا كابتن. والله كله بدعمك انت والله يا حبيبي. والله ان شاء الله باذن الله. بس انما كابتن قول لي كابتن ابو رجيله لو رحاب ما تلمش انا هطلع موضوع، والله عشان خاطرك انت ما عايز تطلع موضوع. بص يا كابتن النهارده متصل قاعد معايا هو بليمت
يقول الحمد لله ابني مش عارف ايه وهو مش عارف ان يا كابتن عامل شركته عامله حجم اعمال ب 35 مليون جنيه داخل النادي، وانا مش عايز افتح موضوع احتراما اللي بقول على الكلام حضرتك معايا. هو طب هقول لك على حاجه، هو اتكلم عليك حاجه ولا لا؟ ما اتكلمش النهارده، اتصل بالمصري اليوم، ابوس دماغكم وابوس ايديكم، الموظفين ما تحبسوش، الموظفين غلابه، الموظفين مش عارف. لا يا حبيبي، الموظفين دي اللي كانت بتصرف لك فلوسك وبنجيبها لك لغايه عندك الحاج. طب هو ماله يا عم؟ قول له يا كابتن النبي عشان خاطر، يا كابتن والله عشان خاطرك انت بالذات، والله ارحمه، والله ارحمه اللي كان بيجيب اسمي.